تعمله مانيولي، بس احنا رح نطلع على الكود رح ننزله هذا الفايل زي ما هو. طبعا مهم جيد انك تعمل دائما ايش كومنتس، الكومنتس تقدر تتذكر بعدين انت شو اللي عملته وليش عملت. هي انا حاطط هذول بس هذول انيشاليزيشن تبع الروبوتكس تول بوكس، بحط الباور بعمل ستارت اب كلوز عشان اسكر اي فيجر سابق. اذا في عندي في لاني مرات بعمل رن للبروجرام اكثر من مره بكون الفيجر مفتوح وعم بغير شيء وانا مش شايفه. اذا هو مسكر الفيجر لما انت تعمل شيء على الفيجر راح يروح على الفيجر راح يروح عليه. فهون كلوز بس بعمل كلوزنج لاني بريفيس فيجرز. هلا بدنا نعمل السكس لينكس. هلا بدكم تلاحظوا هون ال راح اعملها هي اوبجكت والاوبجكت هو لينك. هلا اللي عملته انا هون مباشره انا كان بامكاني ما احط الواحد بس عملتهم كانهم هم ممبرز اوف ان اري. فالرو الاول من هاي راح يكون هو ال1. خلينا نشوف هلا شو بصير هون. خلينا اول شيء اعمل انيشاليزيشن راح احطه في الكوماند لاين عشان نشوف كل مره ايش بصير. شوف ايش الكوماند ويندو. عفوا راح اعمل انيشاليزيشن للروبوتكس تول بوكس. هلا راح اخذ اول انستركشن وخلينا نطلع عليه قبل ما نعمل ريتيرن. هلا اللي بنعمله هون عمالي بعرف اوبجكت جديد اسمه ال. بالحاله هاي انا حطيته جزء من اري وهو اول رو من هاي الاري. بامكانك انت كانت تحط ال لحالها، يعني لو حطينا ال لحالها هون او ال فانا احطها بعدين برجع بعملها جزء من اري. فهون انا عم بعرف اوبجكت جديد هو اتس ان انستنس اوف ذا كلاس لينك. اتس ان انستنس يعني هو اوبجكت جديد عرفته. الكلاس تبعته هي لينك واللينك هاي في لها مجموعه بارامترز وفي طبعا اشياء اذا شلتها راح يفترضها. مثلا هو مفترض هون انها الستاندرد نوتيشن لاني انا ما حطيت له موديفايد راح يفترض هون انها ستاندرد نوتيشن. هلا اللي ماخذه هون ماخذ دي هاي التيرمينولوجي. في تيرمينولوجي ثاني كانك تحطها بطريقه ثانيه وتحطها بطريقه ثانيه بس هاي احد التيرمينولوجي. عرفت دي وعرفت اي وعرفت الفا وما عرفت ثيتا. فايش راح يفترض انه الجوينت هاي راح يفترض باي ديفولت انها هاي ريفولوت. هلا لما بعرف هدول هون هلا راح يصير. هلا خلينا نعمل انتر اول شيء. هلا شوفوا ايش جاوبني. جاوبني ثيتا بتساوي كيو يعني عم باكد لي انه ثيتا هي فيريبل مش كونستانت ودي 0 واي 0 والفا. هلا لاحظوا انا هون اخذت ستاندرد نوتيشن فلو رحت على التيبل ايش اخذت؟ اخذت اي واحد والفا واحد ودي واحد وثيتا واحد. اوكي فاخذت اول اثنين فيش حاجه ارجع على التيبل. اذا بدكم ترجعوا على التيبل هيك تقدروا تشوفوها من هون. فانا اللي اخذته اخذت هذول الاثنين هذول الاثنين من هون واخذت ناقص 90 هاي اخذتها ناقص 90 من هون مضبوط. هلا راح نشوف راح نغير هذا في شيء بعدين بس انا هلا ما اخذ. اذا انا اخذت هذول الاثنين هذول الاثنين فدخلت الفا دخلتها ناقص ماينس باي على 2 والبقيه حطيتهم زيروز وثيتا هي ثبتت طلعت عندي من هناك. هلا هذا انا ممكن اتركه كمان. هلا اعطاني هون هو اعطاني انه الجوينت قال لي انها ريفوليوت واكد لي انه النوتيشن اللي انت اعطيتني اياها يعني انا اكد لي انه انت اللي اعطيتني اياه هو 1 1 1 1 مش 0 و0 لالفا واي 1 1 لدي وثيتا. كان ممكن يجاوبني يقول لي ام او دي ام او دي دي اتش يعني بتكون الموديفايد نوتيشن. فهذا صار عندي اول لينك. هلا اذا تركتها كال بقدر اتركها كال بس ات ميكس مور يعني مور ستراكشر اني اعملها ال1 يساوي ال. هي صارت عندي هون. خلينا نشوف ال واحد هي ال واحد اوكي لان راح اضيف الثانيه عليها والثالثه عليها. هلا ممكن انا اعملهم الز لحالهم وبعدين اجمعهم فناخذ ال الثانيه ال2. هلا راح يكون عندي هون 0.432. وين ال 0.432؟ هي اللي هي A2 A2.432 meters فحطينا A2. في اختلافات بسيطة في الأرقام هذه ما فيش مشكلة. هاي بعرفش ليش في اختلافات، في اختلافات يعني مليمترات بين sources مختلفة للقوة. طيب ناخذ الثاني إذا L2 فأعطاني L مباشرة، أعطاني L إنها L صارت array وفيها عدد من الروز وعدد من الكولومز. فصار عندي هون هلا هون هلا ال مكونه من لينك ال1 وال2 فهي عباره عن اري اوف لينكس واللينك الاولى هي اللينك الثاني هون عندي. نطلع على الارقام انا عندي q2 فهي هون ريفولوت جوينت q2 وq هو بيستعملها حتى يعبر عن الثيتا بدل ما يقول ثيتا بيستعملها q. هلا راح نشوف q هي بتمثل جوينت سبيس. a بتساوي 0.432 الفا 0
واوفست. الاوفست هذا ما لهش علاقه بالاوفست اللي احنا كنا نحكي عنه، هذا اوفست مختلف. الاوفست هذا بلغه الروبوتكس تول بوكس هو اذا مش عاجبته الزاويه الاصليه اللي هي زيرو طلعت معاه، تتذكر الروبوت طلع معنا البوز تبعه زي هيك في الزيروز لما كان الانجل زيروز، اذا ما عجبه بيقدر يحط اوفست للزاويه هاي، يعتبر انه الزاويه هاي مزبوط هي زيرو، بس انا دائما بشتغل بضيف لها مثلا 90 درجه. مرات احنا ما يعني ما بيعجبنا الوضعيه الاصليه تبعت الروبوت، اذا بتتذكروا كان هيك جاي الايد هاي ونازله الالبو من هون بهذا الشكل، فكانت هاي الزوايا زيرو. هذا لما يكون زيرو 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 بيكون الروبوت بهاي الوضعيه. اذا ما بدي هذا بامكاني اغير الاوفست من هون، ما له علاقه بالدي. اوكي؟ ما له اي ارتباط بالدي، هي الدي موجوده بشكل واضح هون زيرو ها؟ كلمه اوفست عارفين ليش؟ لانه احنا كنا نحكي مرات اوفست نستعمل الدي نسميها نوع من الاوفست. هذا الاوفست لغه بيفترض انه عندي زوايا معينه يعني راح ابدا منها، راح اعتبر انه الانيشال بوزيشن تبعها هو مثلا 90 درجه لثيتا، افترض انه ثيتا بتبدا من قيمه معينه. طيب بندخل الثانيين، اذا الثلاثه او الاربعه الثانيين راح اخذهم كلهم زي ما هم، وفي عندي كومنت هون مش مشكله بناخذهم واحده واحده، فراح اخذ ثلاثه، هي صارت عندي ثلاثه عم تكبر ال، بعدين بناخذ أربعة. ما بينفع بعرف ايش بزبط. اخذهم يعني كلهم زي ما هم. تمام زبط اوكي اهمل لكم. هي صار عندي ال، هلا هذا عبارة عن اوبجكت هو اري اوف، واظن لو رحنا على الورك سبيس ببين معنا مش هيك؟ هاي اذا بتروحوا هون على الورك سبيس وين راحت؟ اوكي ال معطيني اياها، هي عباره عن لينكس واحد 1 باي 1 لينك من هون، فهي نوع من ستراكشر مكون يعني اري مكونه اوف لينكس اوف 6 لينكس لحد الهاي. هاي مش روبوت اوكي، ال مش روبوت، هي اتس ا كولكشن اوف لينكس، والكلاس تبعت اللينك هاي كل واحده من الالز هاي لها كلاس. هلا بنقدر نبني هذا الروبوت ان جنرال. هلا هون عندي هاي كمان كلاس، الكلاس هاي عباره عن سيريال لينك، ليش سميناها سيريال لينك؟ لانها مش كلوزد مانيبيوليت، مش كلوزد تشين. هي عباره عن سيريال لينك مفتوحه. فعندي هون راح ينجمعوا اللينكس، هلا عندي هون اخذت ال، هذه ريحتني ولا كان لازم احط L1 L2 L3 L4 L5، فاخذها مباشره ال مجموعه هاي واعطيته اسم والاسم تبعه اعطيته، فهاي اجت بعد هاي، فمعناها عم بقول له الاتريبيوت نيم هو اور بول. ناخذ هاي ندخلها هون كمان. لا ايش الغلط؟ تحت بس انت اكتبها هون؟ ايوه بالكومنت بول. هلا نشوف ايش صار معنا، حطينا هون، هي انا اعطيته لهذا، فرجع لي هلا اور بوما 6 ديجريز اوف فريدم ار 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 ستاندرد ديرفيت نوتيشن. هلا الفاست ار اني انا مش متاكد ايش هي، هلا اعطاني رجع لي التيبل نفسها، بس التيبل هاي باي فورم؟ ستاندرد نوتيشن، هي واحد هي ثيتا، هدول كلهم فاريبلز فضلوا فاريبلز زي ما هم هون، اعطاني الفاليوز تبعت الدي، نتاكد مثلا دي 3 قديش؟ 0.149 دي 4 0.433 دي A2 0.432 و A3 0.0203. اوكي هي مضبوطين هون، وهي اعطاني الالفاز المختلفة وفيش اوفسيتس بالحالة. هلا بامكاني اعطي هلا هذا صار روبوت، بعرفش هلا ايش بنقدر نعمل عليه اشياء، مثلا خليني اشوف مثلا، تتذكروا حكينا على الاسفيريكال اعطاني واحد انا هقول يعني اتز اسفيريكال، كيف عرف انه اسفيريكال؟ اطلع على الفريمز الثلاثه الاخيره وشاف انهم بتقاطعوا من الاوريجن تبعتهم بنفس النقطه. هلا اللي راح نعرفه راح اعرف انا بوز معين، كلمه بوز هلا احنا نحكي عن الاشخاص، الشخص عنده بوز معين لما يجي يتصور ايش بيعمل؟ بيعمل بوز معينه وضعيه تمام؟ نفس الشيء احنا عندنا بوز،
فرح نيجي نحط هلا البوز هو جوينت سبيس فعليا. رح احط انا اشي ثيتا 1 0 ثيتا 2 0 ثيتا 3 0 4 5 6 اوكي. هذا رح هذا جوينت سبيس. هلا ليش هون هو الاصطلاح تبعه استعملوا رو مش كولوم ما بهمنيش، ما يعني مش راح لانه هذا مش فيكتور بالمعنى الاورينتيشن اه، فهو استعملوا رو فيكتور. هذا شو بقول؟ بقول انه هدول كلهم بدنا اياهم زيروز، الزوايا هدول زيروز. ما عندي اوفست، تذكروا انه ما عندي، لو عندي اوفست كان ضاف الاوفست. اوكي ماشي فاهمين؟ لو انا برمجت في الروبوت هذا برمجت اوفست، كان بعد ما اعطيه كيوز من هون بضيف لكل واحده من الكيوز اللي اعطيتها هون بضيف الاوفست اللي انا فرضته من هناك. فكاني بقول له انه الديفولت او الانيشال بوزيشن تبع مثلا ثيتا 1 ما بدي اياه يكون مثلا هيك، بدي اياه يكون فرضا هيك او هيك. فايش الزاويه اللي بعطيها بتكون هي اضافه على الاوفست الاصلي اللي انا اعطيته اياه. هلا اظن بنقدر نعمل تي بتساوي اف كي اي ان اي فورورد كينيماتكس. هلا الفورورد كينيماتكس ستريت فورورد مش هيك؟ ما عندي مشكله الانفرس كينيماتكس اللي هلا هون بامكاني اعطيه كيو. فالمفروض هون اللي بعمله هلا عماله بقول هاي كلاس، هو بيعرف انه في ميثود اسمه فورورد كينيماتكس، بنعمل ابلكيشن على الكلاس سيريال لينك. اور بوما هي انستنس اوف ذا كلاس سيريال لينك، بس لازم امرر له البارامتر. شو معنى التي هاي؟ هاي هون بتعطيني، هاي بتعطيني الاورينتيشن تبعت الريست مش التول اه. اه بعدين احنا في شغله نسيناها صحيح، خليني ارجع لهاي، بس خلينا نحط هون هون طلعوا هون ايش هاي؟ وهاي تول. يعني شو عمال بقول؟ عمال بقول انا اخذت كل الهاي كل الـ 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 الوصف تبع الروبوت من فريم واحد او من فريم زيرو الى الفريم السادس. بس الفريم السادس وين حطيت الاوريجن تبعه؟ على الريست عشان يكون سفيريكال ريست، ولا رح بطل سفيريكال ريست اه. لكن اللي عملناه بعدين اوبشنالي بامكانك تعطيني ترانسفورميشن جديده من البيس لفريم زيرو، او انك تخلي فريم زيرو تحت ويصير في عندك ترانسفورميشن جديده. قد ايش هلا هاي ترانسفورميشن شو بتمثل؟ هاي كانها ولا شيء مزبوط. فاحنا كانه الان عم نقول بهاي اللحظه بهاي الوضعيه عم نقول ما في اختلاف بين البيس وفريم زيرو، وما في اختلاف بين الريست والتول. هلا انت بعدين بتقرر بدك تزيح التول مثلا باتجاه الزد مسافه معينه بدون ما تغير الاورينتيشن تبعت التول، شو بنعمل هون؟ بنحط عند الزد هون بنزيحها اذا كان هالزد بهذا الاتجاه اه. او بدي اعمل اورينتيشن جديده مثلا للتول، يعني التول بالاخر لما بركبها ممكن في بعض الاحيان بزيح التول من الريست هون، هي مركز التول، بس كمان التول نفسها في لها اورينتيشن لسبب معين بدي اعملها اورينتيشن. وين هذا كله ببين؟ بالتول من هون. افرض البيس بدي انزلها من نفس الاوريجن تبع واحد وانزلها لتحت بحيث انها تصير في قاعده لهذا، بصير عندي ترانسفورميشن كمان على الزد، باجي على الزد هون بحط مثلا قيمه معينه 10 سنتيمتر مثلا او 5 سنتيمتر او شيء بنضيفهم هون. فاحنا عزلنا هدول التنين عشان نسهل كل الحسابات اللي هون، بعدين هدول احنا بامكاننا نضيفهم فيما بعد. هاي الجرافيتي بنحكي عنها بعدين، عم تقول طبعا انه في اتجاه الزد في عندي جرافيتي، لانه هاي بتهمني لما باجي على الفورسز. اوكي؟ دكتور بس كيف بنعدل عليه؟